السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم جميعا، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح في شهادة البكالوريا. في هذا الفيديو سأتكلم عن مادة اللغة الإنجليزية، وهو أنه كيف تتعاملوا مع مادة اللغة الإنجليزية في البكالوريا. نبدأ على بركة الله. هو أنه عندكم أسئلة حول النص، يعني هم 7 نقط، أنه عندكم 4 أسئلة يقدروا يمدوا لكم صح وخطأ، راهي ديما كاينة، نوع النص، ايضا اسئله حول النص، على من تعود الكلمه المسطره في النص، ديما ايضا تجي في اي فقره ذكرت الفكره التاليه، ايضا ديما تجي، واقترع عنوان للنص ايضا ديما يجي. في بكالوريات واعطاهم 3 اختيارات، وقالوا لهم اختاروا العنوان الصحيح. فبالتالي اسئله النص تقدروا والله صراحه انه اللي يعود يعرف يقرا النص وذاك يقدر يجيب 7 على 7 عادي. أسئلة القواعد المتعلقة بالمفردات، عندكم 4 تمارين، عليهم 8 بالنسبة للقواعد. عندكم التشابه، تضاد، الفعل، الاسم والصفة، ربط المفردات بالمعاني إلى آخر ذلك. أما الأسئلة الأخرى راهي عبارة عن جمل باستخدام الكلمة التي تبدأ بها الجملة الثانية أو ربط الجمل، ويبقاو 2 تمارين، واحد منهما على ترتيب الجمل لتكوين فقرة، يعني يعطيوكم فقرة وفيها فراغات ويمدوا لكم كلمات ويقول لكم حطوا الكلمة في مكانها الصحيح بأنكم تكونوا فقرة صحيحة. أما التمارين الأخيرة أنه غالبا ما تكون عبارة عن جدول حسب النطق، وضع الشدة أو حساب الأجزاء في الكلمة، يعني هذو لازم تقراوهم مليح لأنه في البكالوريا عليهم تنقيط 2 نقط، فبالتالي الحوايج سهلين لازم أنكم تستغلوهم. والله صراحة اللي ضعيف في مادة اللغة الإنجليزية والله غير يقدر يجيب حتى 10، حتى عدت ضعيف بزاف تقدر تجيب 9 دي، وعندكم التعبير الكتاب. فبالتالي خاصة أسئلة النص عليهم 7 نقط، حاولوا أنكم تخدموا فيهم. واللي ضعيف شوية في القواعد لشتات أنه يروح يجيب شوية في ترتيب الكلمات في الجدول حسب النطق، ضف إلى ذلك أنه الفقرة هذيك اللي يعطيوها لكم ويقولوا لكم املأ الفراغات أيضا تجيبوها عادي. صراحة لو تروحوا تشوفوا بكالوريا 2017 في مادة اللغة الإنجليزية لشعبة الآداب والفلسفة كان سهل جدا، حتى انه التلميذ الضعيف صدقوني تلميذ ضعيف جاب 8، اللي ما يعرفش اونجلي ما يعرفش يقرا النص، والله ما يعرف يقرا النص غير جاب 8، ما يعرفش يقرا النص، وما بالك يعرف انه يقرا النص راح يجيب اكثر من 8. اتمنى لكم التوفيق والنجاح. بالنسبه لي عنوان، يعني عفوا ليس عنوان النص وانما نوع النص، بون عندكم نوع النص هو النص وصفي، سردي، جدلي، حجاجي، اضاحي، تفسيري. عندكم رسالة، خطاب، حوار، رسالة إلكترونية، قصيدة، مقال صحفي إلى آخر ذلك. وأتمنى لكم التوفيق والنجاح في شهادة البكالوريا، وإلى اللقاء.